السلام عليكم ورحمة الله. هذه 2020 لاند روفر ديفندر 110 بي 400 اس اي 6 سلندر، ممشي عداد بالكيلو، ممشي قليل. طبعا فيه الكفرات او التواير الحجرية شبه جديدة. عندنا برضو هذه عليها اضافات جميلة، يعني تندر سقف بانورامي سكاي لايت، اللي هي الإضاءات الجانبية، إضاءة طبيعية يعني يسمونها سكاي لايت. مفتاحين، تحكم بالتكييف خلفي، طبعا هذه فرشات جديدة ما أعتقد أنها استخدمت لما احط لها البلاستيك. طيب الان خلونا نشوف المواصفات والممشى. السيارة ماشية 26,007 كيلو فقط. طبعا فيها الاوف رودنج، فيها كذا وضعيه للقياده، فيها الاير سسبنشن، فيها تبريد وتسخين المقاعد، هذا التبريد، هذا التسخين، برضو للراكب. تسخين المقاعد الخلفية، اون رود الاوف رود، توينج، عندنا برضو الكاميرا اللي هنا،